الفلوس، الفلوس والا ما انت اسمعني، شبيه ما جابلكش هكيكه، شبيه ذيك شبيه قالك هكيكه، شبيه ما خرجكش، شبيه ما يوكلكش، وانت نورمال تسكت يقولك الكلمه هذيك وتلقى عادي جدا، ما انت ما قلل حتى شيء راهو معناتها شخصيا انا ما انت نشوفها حاجه ما تجيش، خاطر انا العبد باش نعرس بيه مش باش نعرس بالاملاك نتاعو، باش نعرس بيه هو كها. عسلامة. عسلامة. به المقبلين على الزواج يعرفوا الفرق ما بين نظام الاشتراك في الملكية ونظام الفصل، وهل يمكن تغيير هذا النظام؟ به انا بيرسونيلمون انا ضد الاشتراك في الملكية، خاطر كل واحد حر في املاكو، نفد من عبد انه انا راجلي ما يعطيني ما لازمني ما نعرس به الا ما انت الا ما يعطيني معه في الاملاك نتاعو الا ما كذا. وانت علاش انت باش تعرس به هو ولا باش تعرس بالاملاك نتاعو؟ املاكك انت زاد لي املاكي انا، املاكي انا واملاكو هو، املاكو هو وحده. دونك شنو نعملو؟ دونك نتفاهموا من الاول انه ما نعملوش اشتراك في الملكيه، مش انا نتعب ونشقى على الاملاك نتاعي بعد جي اخاهم هو معايا، ولا هو يتعب ويشقى على املاكو هو من بعد جي انا ناخوهم له. يعني توما ماكمش موافقين؟ انا بيرسونيلمون مانيش موافقه، الخطر معناتها ما تجيش، معناتها انك تاخو معناتها عبد تلقاه تاعب وشاقي سنين ربي باش يملكك الطرف هذاك، بعد يجي يقسمها مع عبد اخر. انا راهو معناتها شخصيا انا معناتها نشوفها حاجه ما تجيش، خاطر انا العبد باش نعرس به مش باش نعرس بالاملاك نتاعو، باش نعرس به هو كها. يعني انت مع الغاء النظام هذا؟ كل واحد هو حر، معناتها انا مش نشوف فيه لازم يتلغى، كل واحد كيفاش يحب، فما شكون يحب معناتها يملك يتقاسم معاه كل شيء. انا معناتها ما نحبش كيما يحبوه ما يلغيوه، انا يلغيوه ما يحبوش يلغيوه ما يلغيوش. نشوفوا احنا في برشا عبيد معناها عملوا اشتراك في الملكيه وصارت ما بينتهم مشاكل، شنو رايك؟ بيان سور تصير ما بينتهم مشاكل، خاطر انت في اي دار معناتها نعرف معناتها ما فميش حتى دار في العائل في تونس ولا في العالم اجمع ما فيهاش مشاكل، معناتها حتى باش تصير ما بينتهم مشاكل باش يطلقوا باش ترسيلو هو قاعد من غير املاك، ومعناتها هو يبقى من غير املاك ولا هي تبقى من غير املاك، فهمت؟ دونك باش تصير باش تكبر اكثر المشاكل، حتى لو تبدا ما بينتهم بورسنتاج صغيره باش يقعدوا كل شيء، معناتها باش تنعدم على خاطر حكايه المصلحه والفلوس. علاش بعد ما معناها توفى علاقه الزواج ديما اكثريه مشاكلهم على الفلوس ولا الاملاك؟ نايت عمي كل واحد يخمم في كرشه ويجيبوا، خاطر في مخاخهم هما في العصر توا الفلوس هي تحكم في كل شيء، دونك سي نورمال باش يبداو يتعاركوا سواء على الملكيه ولا على النفقه ولا على اي حكايه، انت حاجه عاديه. علاش الرجل يحب المراه ديما تتخلى على حقوقها بعد الطلاق؟ على خاطره معناتها مخه صغير، معناتها من الاخر مخ قدنك ايه، العبد اللي يخمم سواء بالمراه ولا بالراجل معناتها يشوف انه عبد لازم يتخلى على حقوقه، راه ما عندوش مخ. بالنسبه لي انا لازم كل واحد عنده حقوقه سواء مراه ولا راجل، المراه عندها حقوقها انه مثلا تخرج تدور تحوس تاكل تقضي تصرف اللي تحب عليه هي، كما هو عنده الحق زاده باش يخرج يصرف ياكل يعمل يدور يحوس، معناتها سي نورمال، معناتها لازم تكون الحقوق نتاعهم معناتها بنص بالنص، فهمت؟ ذيك هي لازم كيفاش راهو معناتها ريت المراه والراجل باش يعرسوا لازم يكون متفاهمين 100% متناغمين، معناتها كيفاش نقول لك متناغمين، معناتها ما ياخذوش بعضهم على خاطر المصلحه. كالزواج التقليدي ذيك راهو هو زاد راهو يهلك الدنيا الكل، يهد البيوت، فهمت؟ فما شكون معناتها توصل معناتها للعنف، كيما هاك تشوف فما برشا عبيد معناتها متعنفة، فما كيما سسمة اللي يقتلها البوليس رجالها كيف معناتها انا معناتها حسب رايك علاش، على خاطر معناتها باز يا زواجهم تقليدي يا معناتها يا خذوا بعضهم على خاطر مصلحة، كيما ينجم يكون عن حب ولا اي، فما كيما ينجم يكون على الحب مثلا من بعد وصلوا للتوب ما عادش نجموا يتفاهموا،
معناتها توصل انه معناتها المراه تقول لك انا ما عادش نحب نطلق، ما نحبش نطلق خاطر على خاطر صغاري كل شيء، مستيش نرضى الذل والعنف وكل شيء على خاطر صغاري. هل ترى انه صعيب بعد الطلاق كوبل يتفاهموا؟ لا امبوسيبل، ما دي بوصلوا طلقوا ومعناتها وتخليوا على بعضهم دونك ما عادش نجموا يتفاهموا جمله. علاش شنو السبب؟ خاطرك هاو معناتها وصلوا انه معناتها كان وصلوا لمرحله الطلاق معناتها راهم سي بون، وصلوا معناتها المرحله انه ما عادش نجموا يتفاهموا، راهم وصلوا للتوب 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 تاع المشاكل. معناتها فرضيا حتى لو رجعوا بعد الطلاق معناتها مشكله قد نكيه، معناتها باش يعاودوا يتعاركوا على الاخر وزيد توصل معناتها مشاكل ما هي مشاكل. تظهر فيها العبيد الزوز من نفسانيين حتى مثلا يبدا عندهم صغار وزاد الصغار معناتها يبداو زاد بيختوبي في النفسيه نتاعهم على الاخر. معناها يضروا فيها كان صغار؟ اي يضروا فيها الصغار حتى المراه والراجل زاد كيف كيف، اذا كان الراجل يحب مرته ومرته ما تحبوش كيف كيف زاد هو باش يضر نفسانيين، سواء كيف كيف المراه تحب راجلها وهو ما يحبهاش زاد كيف كيف باش تضر هي نفسانيا. كيما زاد ما نجموش نستثنيو كوبلويت بعد الطلاق بقاو متفاهمين مع بعضهم. تقام معناتها نطلقين معناتها بالتراضي معناتها سي بون فهموا اللي هما معناتها ما عادش نجموا يتفاهموا مع بعضهم، قالوا سي بون لازمنا نحن نطلق ونقعدوا صحاب متفاهمين. انت اكثريه المشاكل اللي شفتها بعد الطلاق شنو هي اسبابها؟ الفلوس الفلوس، والا معناتها مع احترامتي للعائلات معناتها يبدا مثلا الام تاع المراه معناتها لميت والبيت يدخلوا ما بيناتهم سواء الام المراه ولا سواء ام الراجل ولا لا فامي تدخل ما بيناتهم تشبك تبدا تعمل مكيه. اسمعني شبيه ما جابلكش هكاكا، شبيه ذاك شبيك قالك هكاكا، شبيه ما خرجكش، شبيه ما يوكلكش، وانت نورمال تسكت يقولك الكلمه هذيك تلقى عادي جدا معناتها ما قال حتى شيء، راهو يبدا يشعل ويشعل ويشعل فهمت، ويبداو يبداو يفتنوا معناتها يفتنوا ما بيناتهم الله اعلم علاش، سوى معناتها العائلات ولا معناتها حتى الجيران ولا الاصحاب ولا ما مانيش فاهمه فهمت، ولا تنجم تكون خيانه يخونوا بعضهم يعني ضد انه العائله تتدخل. اي بيان سور ضد انه العائله تتدخل ما بيني انا وراجلي مثلا، لا نحب انا عائلتي تتدخل ما بيني انا وراجلي لا عائلته هو تدخل ما بيني انا وياه، اخي انا مش نعرس به ولا مش نعرس بالعائله نتاعو حاجه نورمال معناتها حاجه عاديه. يعني انت قادره تحل مشاكلك وحدك؟ اي انا خذيته انا قررت باش نعرس به هو دونك نحل مشاكلي وحدي ما يدخل فيا حتى حد. نهار اللي يجي باش نقول لك يا ما ولا يا با يا فلين ولا اجي حلي مشكلتي وقطعتيني زوز كفوف، اخي انا قررت روحي بروحي معناتها مش نعرس بالانسان هذاك نحل مشاكلي وحدي ما ندخل حتى حد. باهي بالنسبه لك انت كي تعرس باش تعمل اشتراك في الملكيه ولا لا؟ ما نحبش نعمل اشتراك في الملكيه. وكي راجلك يحب يعني يحب على روحه نفهم انا وي قول له انت املاكك تعب عليهم خليهم عندك وانا املاكي تعب عليهم خليهم عندي، وقت اللي انت تحبيك الدنيا نعاونك، وقت اللي تحبي انا الدنيا تعاوني هذيك هو في السراء والضراء. في السراء والضراء فوالا، معناتها مانيش نعرس بالاملاك نتاعو انا ولا بجيبه ولا شنيا عنده في انا حاجتي معناتها شنيا عنده لهنا وشنيا عنده لهنا معناتها ابار سارة وما تلفت لهم الجملة معناتها ما يهمنيش سوى اقل مني في النيفو ولا اكثر مني في النيفو، راني انا معناتها جمن فو على الاخر خاطر انا باش نعرس بواحد راهو خاطر يحبني كيما انا خاطر يفهمني نتفاهم انا وياه يرسبكتيني يشجعني يسبورتيني كيما انا باش نقبله كيما هو نشجعه كيما هو نسبورتيه نقف معاك في السراء والضراء. يعني انت توا قولوا لتونس اللي فما مازالوا فما بنات حلال راه اي فما بنات حلال فما بنات حرام يعني مش كيما يقولوا هما يحبون على فلوسنا. لا فما بنات صحيح فما بنات تحب على الفلوس كاتيجوري هذيك حتى فما بنات زاد حليل راهو العبد اللي يحب الحق راهو ما يحبش على الجيب يحب على الشخص بذاته هو شنو هو.